مبارك معنا لساكنة قدس الغيب وساكنة سوق السبت ومعالجه من قريب ومن بعيد. وكنشكر الهيئات كاع اللي جاو معنا ومساندينا ومستشارين القرب على ولاد السي بغيت نائب اراضي الجموع والجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فرع سوق السبت وجميع الهيئات والاحزاب السياسيه لساكنة سوق السبت وهيئات ولاد عياد سوق السبت. اولا وقبل كل شيء نذكر المسؤولين وللتذكير ايها المسؤولين ها ساكنة ولاد السي بغيت في اعتصامها المفتوح لكي يغلق اربعة اشهر ويوم واحد اربعة اشهر تساوي ثلث سنة ثلث عام. وساكنة ولاد السي بغيت تعاني من عدة مشاكل بعدما قامت محطات نضالية استيقظت سبعة غرفة احتجاجية وسبعة شكاية قدمتها للجهات المسؤولة إقليميا جهويا ووطنيا لكن بدون أي نتيجة تدبر. وهاد الشكايات هادو راه قدمتهم ساكنة ولاد السي بغيت في الأجال القانوني لإعلان بحث المنافع والمدار. يعني هاد الشكايات هادو راه حنا مفترضينش قانون وهذا المشروع هذا اللي تحب ما تعلقش القانون. يعني لو هاد الاشغال ما تعلقش باش نعرفوا شكون صاحب المشروع اسم المشروع بداية الاشغال ونهاية الاشغال. من هذا المنطلق هنا يتبين بان هناك كيف تواضع السلطات المعنية اقليميا جهويا ووطنيا وساكنة ولاد السي بغيت تحمل المسؤولية لجميع المسؤولين قمة مناخ مدينة مراكش وساكنة ولاد السي بغيت تعاني من الروائح الكارهة. المسؤولين في المكاتب المكيفة وساكنة ولاد السي بغيت تعاني من درجة حرارة 46 درجة تحت البيوت المصففة بالبلاستيك والعود. اللهم إن هذا منكر. وساكنة ولاد السي بغيت سنتين وهي مع حوارات جادة مع جميع المسؤولين مع جميع المسؤولين وتحاوروا مع عامل اقليم الخطير صالح سنتين احنا كنتحاوروا معاه لكن بدون اي نتيجه تذكر. ابدوا قسم بالله الله كندريها والله تحيي. وفي مارس 2016 جاء الى ساكنة ولاد السي بغيت ورحبت به ومشى لكوري باش يدخل في الدارات ومشى لكوري خاوي. وكيفاش السيد العامل السابق لإقليم الخطير مصالح مشي يدير المشروع وعلى مشروع خاوي كي غادي تثبت هاد الدارات وحنا راه باقي تنحملوك المسؤولية على جميع الحوارات اللي درتي معنا وبدون أي نتيجة تذكر. والآن ساكنة ولاد السي بغيت كتترحب بالعامل الجديد باش هاد العامل الجديد يكون مع ساكنة ولاد السي بغيت حوار ويتقدم لساكنة ولاد السي بغيت ويمد لهم هذه المساعدة باش ترفع هاد الدار من ساكنة ولاد السي بغيت. لأن ساكنة ولاد السي بغيت عهدت الله تعالى باش غتبقى أمام المشروع حتى رحيل مولبيبي. علاش؟ كاين تواضع ديال السلطات المعنية وساكنة ولاد السي بغيت عامين وهي كتعاني من هذا المشروع هذا ولا من يجيب. أين هما المسؤولون؟ المسؤولين فينهم؟ ولا بقات عند الإمروج؟ الإمروج عطات عليكم السلطات باش تحرقوا المساجد، أيهم تهرقوا معكم؟ تحرقوا المساجد، ولكن خاصكم تحرقوا السكان، شوفوا الناشطين عيشة باش تحملوا المسؤولية في الدنيا وفي الآخرة. وهاد السنة هذه راه حنا كنصيفطوا هذه الرسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبعد النقاش اللي غادي يكون مع سيد العمل كنوجهوا رساله لجميع المغاربه المسؤولين من قريب ومن بعيد لان الجاليه المغربيه لاولاد السي بغيت اذا تعذر الامر وما تفكش المشكل راه ساكنه ولاد السي بغيت الجاليه ديالها المقيمه الخارج لا باسبانيا ولا بفرنسا جميع المهاجرين المقيمين في اوروبا راه غادي كانوا ترحل العاصمه مدريد امام السفاره المغربيه باش
باش تطور وقفة احتجاجية ثالثة. وهذا الاحتجاج هذا ديال اليوم ما هو إلا احتجاج إنذاري، وإحنا بلادنا راه عزيزة علينا وعامين وإحنا كنعانيو وبلادنا عزيزة علينا. إلا تعرضنا راه الأمر راه الاحتجاج اللي بان في 26/8/2017 راه درناه يوم الأحد. علاش ما طالبناش بجمعيات عالمية حقوقية وجمعيات عالمية مغربية عالمية بيئية وضرب؟ راه كانوا واعدوا السلطات المعنية بأن لا مشينا احتجينا وغاديش نحتاجوا يوم الأحد، غادي نحتاجوا في أيام العمل وغادي تكون جمعية عالمية حقوقية باش أدخل في هذا المشروع هذا باش يتفرش على الترخيص ديال البناء اللي تعطاه وغتكون الجمعية العالمية للبيئة. وهذه الرسالة كنصيفها لسيدنا باش يرفع علينا هذا القرار، وكنشكروا كاع جميع الحضور من قريب ومن بعيد فضلا وليس امرا للسلطات المعنيه باش ترفع علينا هاد الاعراض. وهذه الرساله تنصيفها للعامل الاقليمي للخطاب المصالح باش يستاجب ساكنه ولاد سي بغيت اقرب يفك معاه هذا المشكل قبل ما توقع شي حاجه امام المشروع. ساكنه راه مضره 5000 نسمه مضره وعاقل حق الواحد. اللهم ان هذا منكر، اللهم وهذا التصريح على أرض القلوب باسم ساكنة ولاد سي بغيت، وتنشكر جميع الحضور من بعيد ومن قريب، والسلام عليكم.